العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. هو ولا ماشي فوز، هو يعني كان تصويت على لائحه واحده اللي كانت متواجده في ضمن ترشيح لرئاسه فريق المغرب الفاسي. اولا كنبغي نشكر جميع الفعاليات الفاسيه على الثقه اللي وضعت فيا، ايضا كنبغي نشكر سي مروان بناني على المجهودات اللي قام بها داخل فريق المغرب الفاسي. اليوم صفحه جديده، عندنا مشروع حضاري ديال القرن 21 اللي ان شاء الله غادي تمشي به الفريق المغرب الفاسي. بيان سور يا لا كومونيكاسيون يا لا فورماسيون. اجوردي الصعود والهذا اجوردي لاحظنا بان الصعود كيكون يعني هو لو برينسيبال، مي اجوردي هذا الشيء ما كيلزمش علينا اجوردي ان نشوفوا شي حاجه اللي غير واقعيه. اجوردي حنا خصنا نشوفوا بان فريق المغرب الفاسي لازم له اعاده الهيكله. كيخص ان شاء الله احنا والمكتب والناس الجدد اللي غادي يدخلوا اللي خارج اداره الفريق المغرب الفاسي، هاد الناس هادو غادي ان شاء الله يعطيو واحد الوجه جديد من ناحيه التواصل، من ناحيه فرقه حضاريه، انه تكون فريق منظم اللي سميتو ديجا في التاريخ كاينه ضمن ثلاث او اربع فرق الكبار في المغرب. وان شاء الله كنوعد ان شاء الله حتى الفرق الاخرى ان المغرب الفاسي سيعود وسوف نرجع بقوه وبتنظيم. وكنتمنى ان شاء الله ان الشباب الفاسي يكون راضي وفرحان بالفريق ديالو. طبعا انا الاحتجاج ديال الجمهور ما شفتهاش شخصيا، ان علاقتي مع الجمهور المغربي الفاسي هي معروفه. اولا جميع الاستجوابات ديالي اللي قمت بهم بالقبل كنرجع الشكر دائما للجمهور ديالنا الغفير. طبعا الجمهور طالب الصعود، الجمهور كان اونيتي بريسك، انا كنهضر دائما انا كنت عضو في المكتب اللي عملنا جميع المجهود باش اننا نصعدوا. هي الجواب اللي جاوبتك عليه قبيله، الكره كره، اذا اللي نلتقى يعني ما تقدر تكون خيبه الامل في النتيجه، تقدر تكون حسن للنتائج في مقابلات اخرى وما كيتحققش الصعود. اذا نقصوا الضغوطات على الفريق ديالنا الاول، نقصوا الضغوطات على الرئيس اللي عاد جديد. العمل صعيب وكيخصنا نخدموا في لا سيرينيتي وفي لابي. كي قلت انا من قبل هو دابا الاستقاله قدمتها، الخيرات ديالي غيبقى، انا شاك عام الخيرات ديالي انا محدي عايش وانا نبقى مخرف في المغرب الفاسي. كانت شوف الله يجيب له التوفيق اول حاجه، هذه مهمه عاوتاني صعبه فهمتيني، وتنتمنى يكون قد هذه المسؤوليه، حيت فريق المغرب الفاسي ماشي فريق سهل، عنده جمهور ديالو، عنده وجمهور فنان وتيفهم، ماشي شي جمهور اللي ما تيفهم شيء. المهمه صعبه عنده، تنطلب من الله يوفقه باش المغرب الفاسي ترجع للمركز ديالها الطبيعي. انا ما فراسيش بان الجمهور احتج ولا ما احتج، انا ملي دخلت لهذا دخلت للوطيل ما فراسيش والو، ولكن الجمهور خصو يعرف بان كاينه لائحه وحده، ما كاينش جوج لائحات ثلاث لائحات اللي الناس تيهضروا عليهم، كاينه لائحه وحده هو ديال اسماعيل الجامعي. وهذا السيد هذا اجا يفوق خصو يفهموا بعد الجمهور. المهمه صعبه.